واتس اب يوتيوب، انا معاكم فيديو جديد على قناه جي دي كوتو. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان نبدا الفيديو ونكمل في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. لو انت حابب تشتغل معايا انزل دلوقتي، هتلاقي تحت انستغرام اسفل الفيديو. فنبدا فيديو النهارده ازاي عملت بعض الميلوديز في مكتبه بيراميدز اللي نزلتها على الشانل اللي هي شانل دي جي ديكو. تقدر دلوقتي تنزل تسمع الميلوديز كامله، ولو انت حابب تشتري المكتبه هسيب لك تحت لينك المكتبه من المتجر اسفل الفيديو تحت. وعشان تشتري المكتبه من اللينك اول حاجه هتدخل على اللينك، بعد كده هتلاقي مكتوب هنا بيراميدز، او انت هتخش تلقائي هيفتح لك شكل المكتبه من جوه بالشكل دوت. بعدين هتدوس على باي ساوند كيت، تضغط هنا تمام. بعد كده هتدوس تشيك اوت، بعد كده تشيك اوت في باي بال. بعدين هتقدر تحمل الميلوديز اللي هم حوالي 20 ميلوديز مع الستيمز، كلهم يعتبر التايب دريل تايب لوب كيت. فنسمع كده اول حاجه، اول ميلودي هنا عملناها ازاي الطريقه. تمام، اول حاجه هنا استخدمنا اله الاومنسفير وهو الصوت دوت. نسمع كده الصوت لوحده عامل ازاي، اللي هو الصوت الهومن فويسز او صوت التشوير. نسمع كده عامل ازاي من الاومنسفير. طبعا دي طريقة أول واحدة عملناها بالظبط. بعد كده دخلنا على الميكس هنا، طبعا ضفنا لها حاجات بسيطة جدا وهو الإيكولايزر، لأن الصوت طبيعي الصوت من الأومنسفير كويس جدا. فا أول حاجة اخترنا من هنا، قطعنا 15000 هرتز من ناحية الهاي فريكونسي. بعد كده من ناحية البيز بالظبط على حوالي 140 اتش زد، 140 هرتز قطعنا من جزئية البيز. بعدين حطينا الويف شيبر بحيث ان احنا نقدر نتقل الصوت شويه، بحيث ان الصوت ما بقاش نايم، لان الدريل اللي احنا بنيجي نلعب دريل بيت لازم يكون الميلودي حماس، الميلودي فيها باور عشان تقدر تلعب الدريل صح. فبعد كده فعشان كده حطينا الويف شيبر. فبعد كده نضيفنا الكمبريسور بحيث ان الصوت يبقى متساوي كويس جدا مع الكمبريسور، بحيث ان احنا عملنا كومبريس للصوت، عملنا كومبريس للميلودي. فبعد كده ندخل على الصوت اللي بعده. والصوت التاني دوت اللي احنا بنبني النوتة بالشكل دوت وهو صوت بلوك من الاومنسفير برضك. فنسمع كده الميكس عامل ازاي قبل الميكس، ده الصوت الطبيعي. بعد الميكس اول حاجة ضفنا هنا الديلي، الفالهالا ديلي عملناه بالشكل دوت، الفيدباك على 70% والميكس على 50% واللو، بحيث ان احنا نقطع من هنا تحكم اللو من هنا، اللي انت بتقطع الديلي او بتقطع مفعول الفلتر دوت بتقطعه من ما تحت ال 300 هرتز، ما تحت 300 هرتز، وهنا الهاي ما فوق ال 14000 هرتز بيتقطع من الديلي تمام. فبعد كده هنا اخترنا بدل البرنتيك اي كيو اخترنا ففلتر كيو 3 وعملنا بالشكل ده، قطعنا من عند ال 260 هرتز لحد ال 5200 هرتز بالشكل دوت، بحيث ان الجزئيه دي بس من هنا لهنا، الجزئيه دي بس اللي تبقى شغاله زي كده like this. بعد كده قلنا نضيف تاني، حابين ان احنا نضيف ايكولايزر تاني تحتيه بحيث ان احنا نقدر نقطع شويه من جزئيه الهاي، بس حاجة بسيطة جدا زي ما انتم شايفين كده. وثم بعد ذلك ضفنا الفالهالا فيرب بالشكل دوت، بحيث ان الميكس هنا كان على 100 وكل شيء كان مظبوط تمام زي ما هو، زي ما انت بتحط الفلتر كل شيء بيبقى مظبوط. ولكن بس اللي عدلنا هنا المساحة بتاعته، او بمعنى اصح نسبة الريفيرب اللي بتوصل للميلودي بقت 3.20، والريفيرب هنا من الميكس كان على 41% يعني 41%. وبعدين ندخل على الصوت اللي بعده اللي احنا لعبناه في الميلودي.
ودوت صوت ليد من الآلة السيرام في اس تي. وطبعا لعبنا بالنوتة اللي انتوا شفتوها ديت، النوتة ديت سجلناها بالميدي كيبورد. ثم بعد ذلك ضفنا هنا الهاف تايم بحيث ان احنا نبطئ سرعة العزف. فنسمع كده قبل الهاف تايم وقبل كل فلاتر. تمام، بعد كده ضفنا الهاف تايم وغير التشكيلة تماما في الميلودي. بعدين ضفنا الايكولايزر بالشكل دوت، قطعنا لحد يعتبر نص جزئية البيز قطعت او معظم جزئية البيز قطعت. نسمع كده. بعد كده ضفنا هنا الفالهالا فيرب، وقطعنا اللو كات على حوالي 200 هرتز بالظبط، والهاي كات على 6000 هرتز. وبعد كده عملنا الميكس على 80% بالظبط بحيث ان الصدى صوت ما يدخلش جامد قوي في الميلودي ويغطي على صوت الميلودي او يغطي على اللحن الملعوب. وبرده خففنا القيمه من هنا بتاعت الميكس على حوالي 46 او 47%. فهنسمع كده قبل وبعد الفلاتر. بعد بقت احسن من الاول بكتير، فعشان كده دي اهميه الفلاتر اللي احنا لعبناها. فبعدين ندخل على الصوت اللي بعده، وهو صوت الاومني سفير 3 اللي هو تالت اومني سفير احنا ضفناها هنا. نسمع كده الصوت، وهو صوت بيز من الاومني سفير، ولكن الصوت دوت مش تقيل، اللي هو مش ساينس بيز، ولكن هو بيز الى حد ما كويس في مع الميلودي اللي احنا لعبناها. نسمع كده الصوت الواحد عامل ازاي. فيعتبر ضفنا له بس حاجه بسيطه، وهي الايكولايزر برمتك اي كيو 2، وعلينا نسبه بسيطه جدا من البيز على حوالي 1.1 دي بي، وعلينا شويه من جزئيه الميد في النص من هنا على حوالي 0.9 دي بي، وقطعنا من الهاي فريكونسي بحيث نسمع مثلا قبل كده في جزئيه مش كويسه جدا في الهاي فريكونسي، فلذلك احنا ضفنا وطلع النتيجه بالشكل ده. فنسمع كل اللي احنا عملناه طلع بالنتيجة عاملة ازاي. نخش على الميلودي التانية نوريكم البروجكت ازاي عملنا الميلودي التانية برضك على تايب الدريل. يعتبر معظم اللوب كيت ديت اتعملت على دريل تايب لوب كيت، فخلينا نشوف البروجكت اللي بعده. ودلوقتي معانا البروجكت التاني، وجاي اقول لكم ازاي عملت السامبل دوت او الميلودي ديت. نسمع كده اول حاجه، بعد كده اقول لكم الفلاتر ازاي حطيت الفلاتر وعملت الترتيبه بتاعت الميلودي. نسمع كده اول حاجه الميلودي دريل تايب. مهم جدا طبعا التقطيعات اللي انا عملتها في الميلودي ديت، واقول لكم ليه بعد ما اخلص الميلودي. تمام، نيجي نخش اول حاجه على الميكس. اول حاجه هنا ضفنا الايكولايزر بالشكل دوت، قطعنا يعتبر الجزئيات اللي هي فيها بيز زيادة، ورفعنا من الجزئيات اللي هي حابة توضح اكتر وهتعمل طعم اكتر للميلودي، فعملنا الشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بعد كده دخلنا على الهاف تايم، بطلنا سرعة الميلودي بشكل ما كويس جدا. طبعا نسمع كده قبل السرعة كانت مش البرفكت. بعد كده الهاف تايم بقت شيء بيرفكت وشيء جريت، حاجه عظيمه وتستحق فعلا ان هي تتعمل عليها بيت دريل. وبعد كده ضفنا هنا الفالهالا فيرب، الميكس على 56%، وقطعنا من اللوكات على حوالي 150 هرتز، وبالهاي كات حوالي 6000. وزي ما انتم شايفين كده كل البيانات بتاعت الفيرب قدامكم، عشان ما ينفعش انتقل في الفيرب عموما، وكل تايب احنا بنعمله بيحتاج ريفيرب معين، مش كل التايبس بتعمل بنفس الريفيرب. فبعد كده خدنا على كيك ستار بحيث ان احنا نعمل اوتوميشن، بحيث ان الصوت يقعد يعمل ايه، الصوت يقعد يطلع كده يوطى ويطلع يوطى ويطلع يوطى ويطلع مع نفسه. بعد كده دخلنا هنا على الكمبريسور، حطينا كمبريسور من الفاف فلتر سي 2 بالشكل دوت. بعدين افكت ريكس بحيث ان الصوت يتعمل ريفرس، اللعبه تتشقلب تماما. بعدين حطينا هنا السوفت تيوب بحيث ان احنا نقدر نتقل اكتر في الميلودي، او نقدر نوضح اكتر في الميلودي، والساوند جيزر بحيث برضه ان احنا نقدر نتقل تاني. يعني كل ده بس عشان احنا بنتقل في الميلودي لان التايب دوت تقيل. بعد كده ضفنا هنا علينا شويه، احتاجنا سمعنا الجزئيه دي حسيناها اللي عايزه تعلى، فطلع بالشكل دوت. طبعا مهم جدا التقطيعات دي، بدون التقطيعات
هتطلع ميوزك مش ماشيه او مش راكبه كدريل. وعموما طبعا انت كبروديوسر بتحتاج جهد جامد جدا عشان تطلع حاجه زي كده، او عشان تطلع ميلودي مختلفه، او ميلودي عموما اللي هي تتسمع كويسه من اي حد، تسمع حتى من رابر او تتسمع من بروديوسر تاني، او تسمع من اي شخص عادي يقولك فعلا انت تابع الميلودي ديت. فبس كده، ده كان فيديو النهارده. مسيش تنزل تشتري اللوب كيت ديت لو انت حابب تحصل عليها، هتفيدك جدا في انتاج الدريل بيتس. فبس كده، don't forget to buy this loop kit. منساش ان اللينك ان ديسكريبشن. بس كده، كان معكم من ديجي ديكو من قناة ديجي تو. فسلام.